السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ده فيديو جديد احنا عاملينه بتحدي جديد، امتحان الكتروني على يونت 3. لو انت ذاكرت يونت 3 كويس، درس الفوكاب بتاع ويمن ان هيستوري، ودرس جرامر بتاع ريلاتيف كلوزز، ضمائر الوصل، هو ويتش وير، راجع كويس، هتخش تلاقي لينك الفيديو او لينك الامتحان تحت الفيديو ده. هتخش طبعا هم 20 جملة، بروحك كده تركز وتبدأ تركز في اختياراتك لغاية ما تختار ان شاء الله الإجابة المظبوطة، وبعد كده بتعمل إرسال بتظهر لك النتيجة. ان شاء الله تبقى حاجة مفيدة. لو عجبتك الفكرة شير الفيديو وشير لينك الامتحان لزمايلك عشان كله يستفاد، واستنونا ان شاء الله في تحدي جديد قريب برضه، هيبقى حاجة كويسة وهيبقى أقوى من ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.